بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اليوم نعمل فيديو من الدار، مش الحالة دي ما عملناش فيديو. اليوم إن شاء الله نتكلم على الإقامة اللي هي للمصريين اللي هم عايشين في المغرب، المقيمين في المغرب، الأوراق المطلوبة بتاعتها. طبعا قبل ما نهدر في الموضوع، الاول نقول لكم بدريين لاباس عليكم، عواشركم مباركه ونشوفكم على خير ودايما تكونوا انتم بخير. واسمحوا لي عشان عايز اقول تعب شويه. المهم الفيديو هنتكلم، قلنا زي ما قلنا لكم نتكلم على الاوراق المطلوبه ديال الاقامه لما يكون واحد مصري مقيم في المغرب ويعمل الاقامه، الاوراق المطلوبه ديال طبعا مغربيه بالنسبه اللي هو التجمع العائلي. بيطلبوا طبعا بالنسبه للكوميساري عندنا بيطلبوا جوج ملفات، نفس الملف هذا نفس هذا الصوره في كوبي وبننجلزيه، غير الاصل طبعا بيطلعوا بياخذوه ويطلعوا عليه. فطبعا هنركن هذا الازرق ونتكلم في الذهبي عشان يبقى يبقى ذهبي. ساعد يا مريض. طبعا هذه الورقه اللي بيدوها لنا اللي فيها الاوراق المطلوبه. طبعا اول حاجه بتكتبوها نسخه من جواز السفر، بتضمن الورقه اللي هي فيها الخروج والعوده اللي هي الدخول فيها الختم اللي انت دخلت فيه من مصر او من السعوديه او من اي مكان، ختم الدخول والورقه الاولى اللي فيها طبعا البيانات بتاعتك. هذا جواز السفر، هذا الورقه اللي قلت لكم عليهم، وطبعا لازم يتجلزوا في المقاطعه، يعني بتختموا في المقاطعه لازم. بيسموها بتتجالس في المقاطعة، بياخد طبعا الأصلي وبعد كده يختموه. بعد كده عقد الجواز، عقد الجواز المغربي مش المصري، المغربي طبعا كان متوثق وبرضه بتتجالس، بيعملوا انجليزي برضه في المقاطعة. تالتة بالنسبة للورقة التالتة اللي هو السجل العدلي، طبعا الطريقة بتاعت السجل العدلي نقول لكم على الطريقة بتاعتها ازاي بتطلعوه، لان طبعا في ناس بتروح الرباط وتتمحن في الرباط وبيضيعوا مثلا يوم او يومين في الرباط عشان يجيبوه. انا اقول لكم طريقه سهله، وطبعا الله يمسيه بالخير صاحبنا محمد من جوز برضه مغربيه وعايش هنا في تل ودان، تحياتي له محمد العشري الله يمسيه بالخير، هو اللي قال لنا على الطريقه ديت واحنا كنا معاه في السفاره. يعني بصراحه هو قال لنا على حاجات كتير بالذات ويشكر. يعني بالنسبة للسجل العدلي بتدخل على جوجل وبتكتب السجل العدلي، بيطلع لك السجل العدلي، بتعمل البيانات بتاعتك تكون انت مجهز، ممكن تعمله مع التليفون عادي، تكون مجهز صورة جواز السفر وصورة الكارت اللي هي القضية الإقامة اللي هي سارية معاك، أو إذا كنت أول مرة بتعمل جواز السفر بس، تصور جواز السفر تكتب البيانات بتاعتك كاملة، بس كل البيانات صحيحة مع رقم التليفون مع الإيميل مع كل البيانات، وبتحط جواز سفر، بتحمل جواز السفر اللي هو الصورة بتاع جواز السفر علشان يطلع لك هذه الصورة. طبعا بتكون ليها رقم، الرقم دوت بعد كده بيبعته لك على الإيميل إن هو تم الموافقة، وبتروح تجيبه من المحكمة. يعني أنت وأنت بتكتب في الطلبات بيقول لك انت اقرب محكمه ليك ايه هي؟ ان كنت في قازا، في المحمديه، ان كنت في اي بلاصه، بتاخد المحكمه اللي انت تابع ليها القريب. احنا بالنسبه لقازا المحكمه دي انا اللي هي في عين السبع، رحت جبتهم من عين السبع. طبعا بالرقم هذا بتخش بعد تدخل تاني لو انت ما جالكش الايميل بعد مثلا خمس ايام ولا اسبوع، تدخل على بالرقم، تكتب رقم الطلب، يطلع لك يقول لك تم الايه؟ للمحكمه اللي انت تابع ليها. رحت طبعا المحكمه، قدمت المحكمه، بتقدم جواز السفر او تقدم الاقامه بتاعتك، بيبصوا بالرقم، اهم حاجه الرقم معاك، مصوره رقم الطلب بتاعك، مجرد ما بتصوره بيضربوه على البي سي عندهم على الكمبيوتر، يعني يطلع الملف بتاعك، بيطلعوا لك ايه هذا الورقه اللي هي دي اللي هي بنسميها في مصر الفيش والتشبيه. ابو احمد اللي خطأ في فرنسا. وبعد كده الكارت الناسيون طبعا بتعملوا برضه فوتوكوبي جوج مرات، ايات في الصوره الاصل برضه بتعملوا بتجلزيه. بالنسبه للاقامه
ماشي. اللي ما عندوش طبعا الاقامه لسه اول مره ما بيعملش الاقامه، بيعمل شرط جواز السفر بس. تمام. وبعد كده بيبقى شهاده شو اسمه اللي هو الكونتراتو ديال السكن. وطبعا لازم يكون صوره البطاقه او الكارت ناسيونال ديال الكفيل لازم. ماشي. شوف بقى الكفيل شوف عامله ازاي، عاملها بالالوان، فوتوكوبي بالالوان. ماشي. انا ساعد وشرح لهم، قول لهم ديال الاقامه ديال لاكارت ديال المراه، قلت لك الكفيل، هو الكفيل. ماشي. وطبعا شهاده الازدياد ديال الكفيل، ماشي، فين ازدياد، وطبعا التزام بالسكنه والتزام بالمصاريف. ماشي. في حاجه اسمها التزام بالسكنه والتزام بالمصاريف من اتجاه الكفيل، لازم هو اللي يعملها. تمام. ايه تاني؟ في برضه في شهادة السكنة برضه ديال المورة ديال الزوجة، الكفيل اللي هو الزوجة يعني. ماشي. وطبعا توصيل المية والكهرباء. وأهم حاجة في الموضوع لازم يكون عندك كشف حساب في البنك ديال الكفيل ديال الزوجة. تضحك مبسوطة بالكفيلة. بيبقى يا إما 3 شهور يا إما شهرين أخر، أهم حاجة أقل حاجة 3 شهور. ولازم يكون في اقل حاجه من 10,000 ل 20,000 في الكونت في الحساب. تمام. المهم 3 شهور اخر في الورقه برضو، هذه الورقه ديال كشف الحساب ديال البنك ديال الكفيل اللي هي مورا يعني دي الزوجه ديت. وهذه كل الاوراق المطلوبه يا جماعه للاقامه ان شاء الله، ويا رب تجوز على خير باذن الله ويقبلوا الاوراق. وطبعا نفس الاوراق اللي هم كاتبينها، الاوراق الورق اللي هم مديها لنا هي نفسها، تحضرنا بيها الاوراق كلها ان شاء الله. وهنشوف هنقدم الملف. ماشي. هنقدم باذن الله الملف، نقدمه على خير ان شاء الله. واذا احتاجوا ورقه اضافيه بنزيدها ونقول لكم طلبهم هذه وهذه وهذه. وان شاء الله يا رب المطلوب ورقه ثانيه تكون هذا يقبل هذا الملف. طبعا زياده عن هذا طبعا بيطلبوا بقى الرسوم ديال الفتره اللي انت هتعملها، اذا هتطلبوا سنه او سنتين او 3، ويا رب يعملوها ب10 سنين. مرات نتمنى من الله يعملوها 10 سنين عشان ما نجمعش الاوراق كل فتره، يبقى كل 10 سنين ويا طرف نعيش. ونتمنى ان شاء الله مع هذا طبعا الاوراق المطلوبه الإقامة. أنا طبعا بعملها المرة الثالثة، أنا عملتها أول مرة السنة، عملتها ثاني مرة ب3 سنين، وهذه المرة الثالثة إن شاء الله. وإن شاء الله بإذن الله إذا كان في حاجة جديدة هنقول لكم عليها بإذن الله، وإن شاء الله يكبر الملف بإذن الله بدعواتكم إن شاء الله. وإلى اللقاء، ونختم كلامنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.